بخطى ثابتة يستمر جيش الفتح بالتقدم على مختلف جبهات في ريف إدلب مشددا الخناق على مدينة أريحة. جيش الفتح أعلن تحرير تلة بثينة بالكامل والسيطرة على حواجز بثينة وبيوت عبد الحميد في جبل الأربعين عقب معارك عنيفة مع قوات النظام تكبدت خلالها الأخيرة خسائر فادحة في الأرواح والعتاد. بعد السيطرة على الحاجز بثينة نحن الآن على نيران على مرمى مصيبين ومرمى المصطومين بإذن الله على المصطومين. تنسيقيات الثورة أكدت استمرار الاشتباكات بين الثوار وقوات النظام في محيط مدينة أريحة وتحديدا في حرش مصيبين، حيث تمكن الثوار من تدمير 5 دبابات بعد محاولتها التقدم في المنطقة. وفي محاولة لوقف تقدم الثوار في جبل الأربعين قامت مجموعة من قوات النظام بمحاولة تسلل إلى نقطة السرياتيل، إلا أن الثوار تمكنوا من التصدي لهم وكبدوهم خسائر في الأرواح واغتنموا كمية من الأسلحة والذخائر. وفي خطوة تمهيدية أعلنت غرفة عمليات جيش الفتح عن استهداف معسكر القياسات قرب طريق إدلب اللاذقية بعدد من صواريخ فيل محلية الصنع، والذي يعتبر أحد أهم خطوط دفاع النظام في محيط مدينة أريحة، كما استهدفوا بيت معين والبحري والساتر وكبة في محيط المعسكر بمختلف أنواع الأسلحة الثقيلة محققين إصابات مباشرة. تمهيد على حاجز القياسات